سيادة الوزير أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم، أهلا وسهلا. طمنا على صحتك سيادة الوزير. الحمد لله يا فندم، مش شاكك خالص. إمتى مصر تقول يا فندم للصبر حدود للمراوغة الأثيوبية في هذا سد الخراب الأثيوبي، وعايزين يعملوا الملء الثاني وضاربين عرض الحائط بكل شيء؟ النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان استقبل رئيس الكونغو الديمقراطية، والرئيس قال إن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، لافتا لأنه تم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. أنا عارف إن حضرتك متابع المسألة من الألف إلى الياء، ماذا يحدث يا سيادة الوزير؟ هو الحقيقة طبعا دلوقتي بيحصل في تغيير القيادة أو تغيير رئاسة الاتحاد الأفريقي، والدولة اللي هتبقى متولية هذه الرئاسة هي دولة صديقة وعزيزة علينا جدا، ولها مواقف إيجابية عديدة تاريخية مع مصر اللي هي الكونغو الشقيقة، وفي علاقات طيبة جدا مع مصر نثق فيها ونثق في قيادتها الحقيقة يعني. والمسؤولية بتاعت حل هذه الأزمة نتيجة التعنف الأثيوبي هتبقى مسؤوليتهم في قيادة الاتحاد الأفريقي، فهو الحقيقة يعني زرنا الزيارة ديت الحقيقة، وديت الحقيقة من سعداء بيها. أنا شخصيا من المصريين اللي تعاملوا في ملف حوض النيل، يعني مقدر دائما قيادات الكونغو الحقيقة صديقة، ووعد في بعض تصريحاته ان يبتدي فيها فورا من يوم السبت، من اول قيامه بالرئاسه مباشره، والرئيس حدد الخطوط الحمراء المصريه في هذا الملف، سواء لما قابل رئيس المفوضيه من يومين تقريبا. نعم يا فندم، ودي برضو الحقيقه يعني يوضح لنا برضو ان في اهتمام بالشان المصري جامد وموقفها من هذه الازمه، زيارة رئيس المفوضية وبعدين زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي والاستماع للرئيس شخصيا حقيقة بالمتطلبات المصرية في هذا الشأن والمحددات، اللي هو المحددات بتاعتنا على فكرة محددات قانون دولي، يعني ليست محددات فيها فرض قوة أو استيلاء على خيرات أو تعدي على بغض النظر عن المزاعم الأثيوبية الكاذبة التي تبثها في العالم وفي الداخل الاثيوبي. حتى المزاعم الاثيوبيه وبهذه الاكاذيب العديده، يعني سواء في سد النهضه او في غيرها من بعض الازمات تتعرض لها الدوله، كلها ضد القانون الدولي، يعني لا تعود الى القانون الدولي باي. سؤالي سياده الوزير، هذا الرجل الذي يضرب شعبه بالطائرات في التجري ويفعل ويفعل ويفعل، لم نجد منظمات ما يسمى بحقوق الانسان تقوم الدنيا ولا تقعدها، بينما إذا كان هناك في شخص مصري تعرض لأي شيء الدنيا بتقوم ولا تقعد، والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية. هذا الحاصل على جائزة نوبل للسلام الذي يضرب شعبه بالطائرات والقنابل. نعم، لا هي ده المفروض يا فندم إحنا كمصريين، والحقيقة إن إحنا يعني لابد لازم نعرف قيمة مصر، ولازم نعرف ما يدار ويحاك حولها. للأسف الشديد معظم المصريين يدركوا هذا الأمر، ولكن في العديد من الخارجي الصفوف المصرية يعني يشككوا في هذا الأمر. مصر لها أهمية قصوى عالميا وإقليميا. إذن الخطوط الحمراء سيادة الوزير، ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لمصر التي لا يجب أن يتجاوزها أي أحد؟ نقول نمرة واحد واثنين، إيه هي؟ سيادة الرئيس وضحها تماما الحقيقة. الملء الثاني، وأنا بؤكدها، أول حاجة الحصة المائية. أيوة، ده أمر لا هواد فيه. تاني حاجة الاتفاق على سياسة التشغيل. أيوة، وسياسة ملء السد الأثيوبي، وبما لا يسبب أضرار جسيمة على الدولة المصرية. نمرة ثلاثة، تتحمل بعض الأضرار أثناء ملء الخزان وأثناء تشغيله بما يحقق لأثيوبيا. ودي الحقيقة دي توجيهات الرئيس، يعني أن في المفوض المصري يحاول أن يعمل جميع التسهيلات الممكنة لتعظيم الانتاج الكهرباء بتاع سد النهضة لصالح الأثيوبي بالقدر. مفهوم طبعا يا فندم، دي سياسة مصر من البداية. إذا نمرة ثلاثة في الخطوط الحمراء المصرية إيه هو؟ الحقيقة الخط الثالث إنها تكون اتفاقية ملزمة قانونيا لجميع الأطراف.
واول ناس ملزمين احنا مصريين، يعني ما نتم الاتفاق عليه نلتزم به. مصر طول عمرها بتعمل ده يا سياده الوزير، طول نعم عمر مصر في الاتفاقات الدوليه اول دوله بتلتزم. شاكر نعم فضلك وزير الري السابق المحترم الدكتور محمد نصر علام، والان معي المحترم الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس للشؤون الصحيه. دكتور عوض اهلا وسهلا بحضرتك. السيد اهلا بسيادتك، اهلا وسهلا. طمنا على صحتك سياده الدكتور. خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى الثانيه الثالثه مراحل سهله التعامل معها. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتعيد بناء الغضروف، يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.